أنا مستني مود سعد الحميدان AKA كورازون من زمان، من وقت ما جربنا نسخة الديمو لهذا المود على قناتي الثانية جيكس ستريم، وأنا متحمس أشوف النتيجة النهائية على أحر من الجمر. واقترب الموعد، اقترب الموعد. حبيبنا وأخونا المودر العربي الجميل سعد الحميدان نزل تريلر يستعرض فيه المود اللي إن شاء الله رح ينزل في 28 الشهر. هات نشوف التريلر اللي للأمان الحماس لإله لا يقل أبداً عن حماس الريزيدنت إيفل 4 ريميك، لأنه هالشاب اشتغل عليه بقلبه رب وإله فترة، فإن شاء الله تكون النتيجة تفوق التوقعات. لا تنسوا اللايك، push the like button and let's go. Same game, new experience. نفس اللعبة لكن تجربة جديدة. 28 خريطة جديدة؟ 28؟ هاي موسيقى Resident Evil 8؟ موسيقى Resident Evil 8، والله إنك مزوق يا عم سعد. قاتل وإنجو. سكينز جديدة. اوكي. اعداء مخصصين وادوات جديدة. ميستري اند ثريلينج. غموض وحماس. واو مان. اوه ماي جاد مان، سكروا الحنفية. والمزيد والمزيد. تشابتر 1؟ ايش هذا اللي انا شفته؟ ما هذا الذي رأيته؟ 28 خريطة جديدة، أعداء مخصصين وأدوات مخصصة، الجو معتم ورعب، الوحوش مجنونة بزيادة، والمزيد، وهذا كله تشابتر 1؟ كورازون، أنت شغال على تشابترات تانية؟ يعني استنى، يعني آخر التشابتر هذا رح تحط لنا كليف هانجر؟ رح تحط لنا كليف هانجر انه ترقبوا المزيد. سوف يكون متاح في 28 الشهر. الحماس مليون، لا يقل ابدا عن حماسي لفور ريميك ابدا. يعطيك الف عافية، يعطيك الف عافية لانك بتستاهل والله. الاشي فخم فخم فخم. شيش كباب مان. والله تعرفوا ايش، احنا محظوظين بريزدنت ايفل وبالناس اللي بتحب ريزدنت ايفل زي سعد الحميدان وبقيه المودرز، بس هذا المود له نكهه خاصه لانه مود عربي، مود عربي اصيل من شخص رائع. انا متحمس على الاخر. ان شاء الله رح نلعبه على قناتي الثانيه جيكس ستريم، نعمل له بث هيك مرتب ونستمتع ونتعمق في هالمود الرائع. يعطيك ألف عافية يا سعد. يس، فلا تنسوا تشتركوا في قناتي الثانية ها، جيكس ستريم، هاي رابطها تحت، لأنه إن شاء الله رح نلعب المود هناك. إشي رائع، إشي فخم. أصحابي، إحنا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك، ولا تنسوا الشير، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولا تنسوا تدعموا حبيبنا سعد. أنا إن شاء الله في صندوق الوصف تحت رح أحط رابط قناته على اليوتيوب وأيضا رابط حسابه على تويتر. نعم، هيو في صندوق الوصف تحت، ادعموه لأنه بيستاهل. فرجوه قديش أنتم متحمسين للمود تبعه. يس، واكتبوا لي في التعليقات شو رأيكم بالتريلر.
أنا بتشكركم كتير للمتابعة يا أحلى جيكس، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.